من بين أوجاع الحرب يتسلل الفرح ولو قليلا، هكذا تحكي مشاهد العرس الجماعي لجرح الحرب من أبناء المقاومة الشعبية وسط مدينة تعز. نحن اليوم نبعث رسالة للعالم أن محافظة تعز لا زالت قادرة على إحياء المناسبات والأفراح بعيدا عن الآلام، بل تحيي الأمان بين ركام الجراح والأحزان. 40 جريحا ممن بترت أقدامهم وتماثلوا للشفاء أرادت مؤسسة معاد التنموية وبالتنسيق مع رعاية لأسر الشهداء والجرحى أن تضفي شيئا من السعادة على حياتهم عبر هذا الزفاف، وسرعان ما بدت ملامح البهجة على وجوههم. نحتفل مثل هذا اليوم بالنصر لمحافظة تعز. ارتفعت أصوات الزغاريد، غنت المدينة ورقصت شوارعها طربا بمشاركة المواطنين هذه المناسبة كأقل ما يمكن تقديمه لمن أعطى للوطن أغلى ما يملك. من بين لهيب المعارك والحصار لا بأس أن يتسرب شيء من السلام ليحل السرور في مبادرة هي الأولى من نوعها وربما لن تكون الأخيرة. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.